ماراثون الدولي للكتابة الدورة 37 اليوم الخامس في أمسية ثقافية شعرية أمسية سعودية تونسية يسهم فيها 4 شعراء من بينهم اسم عالم لمع في سماء الشعر في الوطن العربي آدم فتحي. أهلا مرحبا. مرحبا بك وشكرا لهذا التقديم جميل إن شاء الله نستحقه وتحية إلى حقه وزيادة تحية لكل الجمهور حياة أفهم بالقيروان أساسا وخارج القيروان آدم فتحي سؤال يسكن الجماهير ولا أدري أن أتيحت فرص لطرحي أم لا، هل أخذك الشعر الغنائي عن مشروعك الأدبي؟ لا 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 ما فيش هذا ما فيش، يعني كأنك لما أنت مثلا تقرأ كتاب لرسام فتصور أنه الكتاب أخذه من الرسم، لا يجب أن يكون هناك اطلاع على التجربة بشكل عام، ولو تم هذا الاطلاع لاكتشف المتابعون أنه التجربة الغنائية في مساري بشكل عام هي جزء بسيط، يعني بصراحة أنا أقل حتى من ربع التجربة خلينا نقول، لكن طبعا نحن في عالم يعطي للسمع البصري ويعطي للأغنية الأسبقية على معطيات أخرى، يعني مثلا انتشار الأغنية أو الحديث عن الكتابة الغنائية أكثر من الحديث عن الكتب في أجهزة الإعلام بشكل عام، فيبدو للمتابع متابعة التجربة عبر منابر الإعلام يبدو له أنه مثلا لأني أنا أكتب الأغنية سرقني، لا، في حين أنه أنا قبل الأغنية نخرج كل تقريبا سنة نخرج كتب جديدة في الترجمات في الشعر إلى آخره. مهم أن يقال هذا، لكن طبعا مرحبا بكل متابع اللي تبعني في أغنية، مرحبا به، ما يسالش، ما عنديش مشكلة. الالتزام كان ربما مصعدا ارتقاه الشعر واتكأ عليه مدة من الزمن، يعني إذا ما تحدثنا اليوم عن الحريات يعني هل يمكن أن نقول إن الشعر قد فقد سندا من أسناده؟ لا لا، أنا ما نوافقش على الحكاية هذه. الالتزام في الشعر كما نفس بالنسبة للبشر، كل شاعر ملتزم بفنه هو شاعر ملتزم، وكل شاعر يكتب قصيدة في الطبيعة في الحب في الوطن هو شاعر ملتزم. هذه الفكرة متاع أنه الالتزام في مفهومه الواسع، لا الكتابة كل كتابة التزام، وكل هذه الأفكار متاع أنه مثلا يعني لما انتصرت فرنسا على في الحرب، يعني انتهى الشعر الملتزم في فرنسا، يعني لما الشعوب مثلا تأخذ حريتها ينتهي شعر الالتزام؟ لا، مش معقول. احنا فما شكون اللي تصوروا أنه نتيجة لكذا ولا كذا انتهى زمن الالتزام؟ لا، يعني ما الآن أنت لو سألتك ألا ترى أن هناك أشياء تستحق قصائد ملتزمة بالمعنى حتى ضيق الكلمة؟ إذن آخر سؤال، آدم فتحي ولطفي بوشناق ماذا يمثلان؟ يمثلان برنامج مشروع إبداعي، يعني كالمشاريع كثيرة، ولكن ربما يثيران الانتباه لأنه في تونس قلت هذه المشاريع، يعني في العالم الغربي وخاصة في البلاد العربية كثيرون طبقوا هذه المشاريع، يعني مارسوا. مثلا لما تشوف أنت زياد الرحباني وعائلة الرحباني بشكل عام مع فيروز مشروع، لما تشوف شيخ إمام وأحمد فؤاد نجم مشروع إلى آخره، احنا أيضا كان مشروعا والحمد لله أدى أعطى ثماره وما زال، وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة وهو معناها إن شاء الله يعطيه الصحة، وكما عملت سادة مشروع مع البحث الموسيقي والتوى ما زال إن شاء الله متواصل، لكن مع الحمام البيض، لكن ساعة المشاريع هذه تنقص لأنه لا الحمام البيض، الزين الصافي، محمد بحر، البحث الموسيقي، لكن أحيانا الإنتاج يقل أو ينقص نتيجة للظروف
فهمت. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.